هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب يا ليش يديرهم هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب يا المواطنين يدلي بشهادته عما تعرض له من تعذيب على ايادي شين الريحه قائد اركان الجيش البوال. الغلام ملاحظ قلت له ايه؟ قال لي دايرين كلام، قال لي باش يعسروا عليهم. قلت له ايه دايرين؟ قال لي انتم ثاني هكا، قال لي واللي واشين قريحة هذايا عذبني، دار فيا مثلا هو اللي عذبني بزاف، ضربني المهم عذبني وقال لي قال لي انت قال لي قال لي ساكنين في الباديه قال لي عندهم الغلام ملاحظ قلت له ايه؟ قال لي دايرين كلاب، قال لي باش يعسروا عليهم. قلت له ايه دايرين؟ قال لي انتم ثاني هكا، قال لي انتم راكم كيما الكلاب تعسوا علينا. قال لي المهم خطره على هذا خطره كان ابلي كان هبطوا في تشينا من الفريقو يهبطوا ما ديك كان فريق عليهم شنقريحه غير الحق لهم شنقريحه عيط لهذاك الابلي قال له تحب تشينا؟ قال له نحبها هي. قال له قول يا ربي اللي حب تشينا. ذاك الابلي قال له مون جينيرال قال له كيف قال له قولها قال له قال يا ربي اللي حب تشينا ربي ما قال له زيد قولها زيد قولها الخطر الزوجه زيد ما ديك حتى الخطر الثالثه. قال له طالب ربك حب تشينا؟ قال له ما طاليش. قال له قول يا شنقريحه اللي حب تشينا تفر على القريش قال لي حاط لي حبتشينا. قال له هاك الديكاتور روح ديكو. قال له شفت انا راني خدمة ربك استغفر الله يا ربي هذا شنقريحة راهو طاغية في الأرض وكان يعذبنا. كان المهم كان راهو داير واحد البلاصة في الآخر في بشار في المايا الحبسية تاع العسكر تاع الآخر يديهم يكسروا الحجر في المايا راهم مكسر واحد البلاصة يعطولها حماقير زاد الكلبة هذيا يظلوا يكسروا في الحجر في المايا وكان كاين مراقبين ولا راهم يشوفوا تمايا دي صار لهم كيما الاخر كيما العبيد كيما العبيد يتجلدوا فيهم لظهورهم يقتلوا فيهم المهم دايرين فيهم ما تندارش. هذه بالنسبه للصحراء اصحاب الصحراء راهم عايشين في بينا كحله وشاف لي جيهم ولي راهم داير لهم هكايا هذا شي قريحه هذايا راهو برا اللي يهدر يفوتوا للتريبينال في التريبينال ديك تاع بشار قريب 20 واحد سيبي مونش كاع السكرين دخلهم تمايا غير يسبوه ولا يهدروا فيه يدخلهم وراهم نقولوا احنا راهم يحاولوا يقتلوا كاع الشعب هذاك تاع الصحراء يحوزوه سيرتو الاخرين خاطر كنا نخرجوا دي زومبيس كان نسيبوا الاخرين الجمال والاخر يقتلوهم يقولوا لنا قتلوا لهم الجمال تاعهم باش يهاجروا مسيبوش يقولوا لنا راحوا خسروا لهم النخل تاعهم كسروا لهم قطعوا لهم كنا نقطعوا لهم احنا خطينا. وبالنسبه للتل اللي هنايا كاين زملاء معايا كانوا دربوا معايا قالوا لي غادي يحكموك شي ارهابي ولا يديروا سيبلا ولا يطيروا فيه يا يعني الارهابي اللي يحكموا سيبلا يديروا سيبلا ويبداو يطيروا فيه الارهابي اللي يحكموا يبداو في الكوبتير الفوق ويقيسوه هذا يا كون الغوار هذا تاع تيزي وزو كان يفد الارهابي يفدهم في الاخر في الكوبتير ويقيسهم من الكوبتير يقيسهم فيه هذوك المسلحين اللي يحكمهم يطلعهم في الكوبتير ويقيسهم هذا شاف سيكتور هذا تاع علاقه تاع الجيش تاع غوار هذا كورونا دوك راه ولا راهو جينيرال كان يقوم بهذه الاعمال الاجراميه هذه على جال هذيك لا كان راهو يشوف فينا كاش الاخر ولا كاش منظمه انسانيه ولا يحقوا في هذه الجرائم اللي راهم يقوم بها الجيش الجزائري ماشي راني مخون في العهد ولا بصح الانسان يكون مع الانسانيه ما يكونش مع الاخر يكون مع الحق يكون مع الحق لو كان يكون بلاده يكون مع الحق حنا ما رناش وهذه ماشي دوله تاعها انا دروك راني مهدد بالقتل وهذوك المفقودين والاخر هذوك راهم ولادهم راهم كاع الحاوا منهم في الكونكاستر ولا بقيت حي هكايا وخرجت ان شاء الله ندير مثل السيسي في انجلترا ان شاء الله لكن قبل اللجوء خرجوني ان شاء الله ولا خرجتني الامم المتحده ان شاء الله بربي راني نعتلهم البلايص اللي راهم فيهم المجازر هذو ولا والمقابر الجماعيه على جال هذيك الجميع اللي نشوف هذا الاخر يدعي باش نسال الله بربي ننتصر على الدوله هذه المجرمه والله ولي التوفيق السلام عليكم.
هذا هو شين الريحة البوال اللي يحكم في الجزائر. واش كان يدير؟ حط روحه هو ربكم الأعلى. قال له قولوا يا ربي اعطي حبة شنا. قال له شت ما قلتلكش قول يا شين الريحة اعطي حبة شنا. قال له هذا يحكم في الجزائر، هذا يسير الجزائر. ما عندي ما نعلق عليه، ما عندي ما نعلق عليه. وكيلو ربي كل ما نطلبو انه نبغي ربي يخلص وعينيا تشوف. هذا كيما شفنا كاش خلص في التوفيق وفي كاع عصابة بوتفليقة ونشوفو هل كانوا الزلام عصابة بوتفليقة ونشوفو حنا كيفاش راهم كاش راح يخلصوا عند ربي سبحانه. Thank you.